قبل الجواز بقى يعني الرومانسية يعني التعطيف والأغاني العاطفية طبعاً. تلاقي كل اتنين مخطوبين أو أي اتنين بيحبوا بعض عندهم الأغنية بتاعتهم، لك إيه دي الأغنية بتاعتنا، حاجات كده. مش مشكلة إن هم خدوا الأغنية بالدراع كده وكتبوا عليها اسمهم وبقت بتاعتهم. أنا مشكلة إن ساعات تلاقي الأغنية بتاعتهم دي أغنية غريبة جداً، يعني مثلاً هتمرد على الوضع الحالي، أغنيتنا، أو مثلاً انكسر جوانا شيء مثلاً. تفهمي من كده إيه بقى؟ إن الكلام مش مهم قوي عندهم، المهم المود، ولازم تعملي بصوابعك كده المود. طبعا مرحله قبل الجواز دي مرحله انتعاش الاغاني العاطفيه، اغاني رايحه اغاني جايه، رنات تليفون، رسائل صوتيه، حركات، جو، مود. المود خدتي بالك؟ انا عايزك بقى تركزي معايا وتفوقي من المود ده ونفكر في الكلمات مع بعض علشان هنشوف العجب. نبدا بالقديم. الست بتقول ايه؟ بتقول وسقيني واملى وسقيني تاني، اسقيني تاني من الحب منك من نور زماني. تمام؟ معلش مع احترامي الشديد، هل ده انطباع عندي لوحدي ولا انت كمان خدت بالك ان في حالة جشعة فظيعة فايحة من الاغنية؟ يعني اسقيني واملة، اوكي، اسقيني تاني، حاضر تأمرينا، اسقيني تاني، ما انا لسه ساقيكي، اعمل ايه؟ من الحب منك بقى من نور زماني، اتصرف، ماليش فيه، اي حاجة تقعد تحت ايدك مصلحة. لا، واسم الاغنية ايه فاكرة؟ الحب كله. كله في جشعة. في اغنية تانية بتقول ايه؟ بتقول سؤال محدد جدا، واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه؟ كل مشكلتها انها ليس في الحب القديم، مش عارفه تعمل فيه ايه. لا، اعمليه فوط للمطبخ، مسكات للسخن، كره شراب، دخلي ده في ده وادفعي الفرق وخلاص. عايزانا احنا نعمل ايه؟ طيب احب تاني ليه موت. الاستاذ فريد الأطرش بيقول في اغنيته الشهيره زينه زينه، والله زينه والله تشتهيها العين، لولا خوفي من الله لقطه في الخدين. بغض النظر عن ان الشطر الاولاني عجيب، انهي شيطان سادي وسوس له بالفكره الدمويه دي؟ يقطف خدين ليه؟ هي سايبه مفيش بوليس؟ هي زينه دي ملهاش اهل؟ هل خدها وهو مقطوف ده هيخليك تخش في المود؟ بعد شويه بقى بدا الحبيبه يسافروا بره كتير طبعا علشان خاطر يكونوا نفسهم وكده. فكانت اشهر اغاني الحب للمرحله دي طبعا اغنيه سلامات سلامات سلامات، فاكره؟ شوف سافروا معاك كام واحد، ما وحشنا منهم واحد، لا 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 لا, لا, لا ده انت وحشتنا بالذات. واحده حبيبها مسافر لاي سبب، هل المفروض ان البعثه كلها توحشها؟ يعني انا مش فاهم، هل هتفتقد الفوق بحاله؟ هتوحشها كل العماله المصريه في الخارج، كل المغتربين؟ ما هو طبيعي ان كل واحد يوحشه اللي يخصه، هي بتحمله جمايل ليه طيب؟ قال ما وحشنا منهم واحد، لو انت تعرفيهم حضرتك. بعدين ابتدى بقى يظهر الجيل المستعجل، يقول لك في الاغاني ايه؟ ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا شال. تخيلي؟ قال كده، متأكد انها ضحكت بس؟ يعني كل ده عشان ضحكت ولا عملت ايه بالظبط؟ معلش قول لي، انا زي اخوك. وكبرت معاه بقى، قال لك ضحكت يعني حس هواك وموافقه تعيش العمر معاك. امال لو كانت غمزت كنت عملت ايه؟ كانت عملت لك توكيل رسمي بحق التصرف في ممتلكاتها؟ كانت هتتبرع باعضائها علشانك؟ كل ده عشان ضحكت؟ شفت كميه اللخبطه اللي حصلت لنا من الاغاني العاطفيه؟ بس برضه بتعمل مود حلو، حلو قوي. ده كفايه الرموش بس في اغانينا العاطفيه، الرموش دي بتعمل مود عالي قوي في الاغاني على فكره. انا عايز افهم ايه موضوع الرموش ده بقى؟ ايه المكانه الاسطوريه والاستثنائيه اللي بتحتلها الرموش في الاغنيه المصريه؟ ايه؟ دي رموش يا جماعه، ده شعر، شويه شعر طلع نزل طول قصر خف تقل، هو شعر في ليه نحمله اكتر من طاقته؟ ليه؟ لما يقول لك مثلا رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، ايه؟ هو قرن غزال؟ جرحني وذبحني ولا دي؟ بقول لك سمع في القلب حاجة، قال ده رمش عين، صاحبه رماه وناسي بقاله جمعتين. رمش عين في القلب؟ يعني ايه الحموضة دي؟ كمان بقاله جمعتين؟ يعني الرمش ده بايظ حضرتك. طبعا أكتر رمش مرعب، أنت عارفة طبعا، اللي هو بتاع أغنية أنت خايف من رموشي يجرحوا ما بيجرحوش، طمنته. إيه اللي ممكن يخوف راجل محترم بالغ بشنب كده من رموش؟ المفروض تقول له أنت خايف من رموشي؟ لا عادي ما بيعضوشي مثلا، إلا لو حاولت تهاجمهم علشان أنا ما أضمنهمش. أما عن طريقة الإصابة بالرمش فالمؤرخين قالوا إنها بتكون دايماً عن طريق الرمي، رمى رمشه خد روحي وراح. شفت الحركة دي؟ أنا شايف إن الرموش أتفه من كده بكتير يا إخوانا، مش لازم عشان نبقى رومانسيين نتهبل خالص. قال أنت خايف من رموشي؟ قال. وإيه حكاية العوازل اللي مالين أغانينا العاطفية دول كمان؟ مين العوازل؟ جم منين؟ إيه خصائص كائنات العوازل على وجه التحديد يعني؟ إيه بقى المخلوقات المتفرغة للتربص بالناس والوقف على السقطة واللقطة؟ الناس اللي بتغني كلها خايفة من العوازل، شيء غريب جدا. إيه تعريف العزول بالظبط؟ جت منين التسمية المريبة دي؟ شفتي عزول قبل كده بعينيك؟ طلع لك عزول قبل كده؟ أنت طب أنت مؤمنة بوجود العوازل ما بيننا؟ في اسئله كتير انا في موضوع العوازل ده مش داخل دماغي. قال لك كدنا العوازل يا لمونه. لمونه ايه برضه؟ عوازل ورموش بتترمي ومناديل ومواويل وخدود بتتقطف. قبل الجواز كل ده في المشاعر والرومانسيه، امال بعد الجواز هنغني ايه؟ هنغني انا عايز اعيش في كوكب تاني؟ كلام فارغ وتهريج. بالمناسبه انا ومراتي كان لينا اغنيه مفضله مع بعض،
اغنيتنا كانت اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، عشان احنا بنحب البسبوسه بالقشطه واللانشون، فكنا بنعيش معاها مود لذيذ قوي. يا سلام.